3 أيام تفصلنا عن فصل الخريف فلكياً، ما هي التوقعات خلال 3 أيام القادمة، وأيضاً ما هي التوقعات خلال بداية فصل الخريف؟ التفاصيل بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه النشرة الرئيسية من طقس العرب. كما ذكرنا 3 أيام تفصلنا فقط عن بداية فصل الخريف فلكيا، حيث يبدأ فصل الخريف اعتبارا من يوم الأربعاء. لكن خلال 3 أيام المتبقية من فصل الصيف يتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبيا ساهمة على ارتفاع في درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، بينما تستمر باردة نسبيا إلى مائل البرودة خلال ساعات الليل. نبدأ نشاطنا كالعادة بصور أقمار اصطناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستخدام بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت خلال ساعات الصباح الباكرية ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم وزالت أجواء صافية في عموم المناطق. نتحدث أكثر حول درجة الحرارة المتوقعة باستعراضنا لهذه الخرائط المتوقعة من نهار اليوم، أو لتوزيع درجة الحرارة اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا قادمة من شبه الجزيرة العربية، استعمل على ارتفاعات على درجات الحرارة، وهذا الارتفاع سيكون تدريجي خلال اليومين القادمين، لترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي يوم الاثنين وتكون أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية والساحلية. يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في اليوم الأخير من فصل الصيف فلكيا، لتكون درجة الحرارة أعلى من معدلاتين مثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة خلال ساعات النهار، لكن يكون حار بشكل لافت في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة والأجزاء الشرقية من المملكة، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اعتبارا من يوم الأربعاء وهو أول أيام فصل الخريف فلكيا، حيث تنخفض درجات الحرارة كنتيجة لاقتراب لكتلة هوائية معتدلة الحرارة من شرق البحر الأبيض المتوسط، وتتحرك تدريجيا خلال نهاية الأسبوع نحو منطقة بلاد الشام. استعمل كما ذكرنا انخفاض في درجات الحرارة وأيضا ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وانتشار لكمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. المزيد من التفاصيل سنستعرضها خلال النشرات اللاحقة حول تحديدا هذه الكتلة الهوائية المعتدلة المتوقعة خلال نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 19 درجة مئوية، الرطوبة تبقى مرتفعة، أما الرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 20 درجة مئوية. ترتفع يوم الثلاثاء تسجل 31 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء تبدأ الكتلة الهوائية المعتدلة بالاقتراب من المملكة، تنخفض درجات الحرارة تسجل 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 18 درجة مئوية مع انتشار لكميات من الغيوم المنخفضة. استعرض الآن وإياكم الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية ليوم الاثنين. نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية، المفرق 32 إلى 20، إربد 32 إلى 21، نفس الأجواء والحرارات في جرش، أما عجلون 30 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الوسطى ونبدأها من الزرقاء، 33 إلى 21 درجة مئوية مع أجواء مشمسة بشكل عام، البلقاء 31 إلى 21، عمان 30 إلى 20 درجة مئوية، مأدبة 31 إلى 20، أما البحر الميت أجواء حارة مع 37 إلى 29 درجة مئوية. نذهب الآن جنوبا نحو الكرك، 30 إلى 20 مع أجواء صافية، الطفيلة 29 إلى 20، معان 34 إلى 22، الشوبك 29 إلى 18، أما العقبة أتربة مثارة مع 38 إلى 28 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق 36 إلى 22، الصفاوي 35 إلى 21، أما رويش الطقس صافي مع 35 إلى 22 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات،
شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.